بداخل هذا المحل يمارس بدردين العايب حرفة تراثية تقاوم الاندثار. صناعة الجلود هذه الحرفة التي ما زال بدر الدين يصاحبها منذ الصغر، مبرزا موهبته في صناعة الأحذية والحقائب. بدر الدين العايب حرفي في صناعة وتصميم الجلود بمدينة مسعد ولاية الجلفة. الحرفة هذه معروف بها باللي كنت نزاول فيها من منذ الصغر، وهذه الحرفة راها من جد الجد. ورغم اهتمام الحرفيين بهذا الإرث التقليدي، يبقى مهددا بالزوال إلا في حالة كان للمسؤولين دور في إيجاد آليات لدعم من يحافظون على الإنتاج المحلي. من وزير السياحة والصناعة التقليدية أنه يهتم بهذا القطاع كما راه مهتم بالفنادق ومهتم بالأمور هذه، أنه الحرفي محتاج، وخاصة في هذا الأمر وهذا الوقت اللي رانا فيه، يحتاج دعم مادي ودعم معنوي. رواد هذه الحرفة آمالهم تبقى قائمة من أجل دعمهم وتشجيعهم للاستمرار في تطوير المنتوج الوطني.